مساء الخير أحبائي وأعزائي، حقيقي قناتكم قناة الملكة والأمير، القناة المحايدة التي لا تستطيع أن تهاجم أحد أو تستطيع أن تقف بجانب طائفة محددة أو دين محدد. قبل أن يكون غضب المتشددين من ماجد الكلدواني لاغتشاشهم أنه مسيحي بعد احتفاله بحفل زفاف نجله بالكنيسة، ظاهرة التشدد تنمو. انظر إلى هذه الصورة، كيف كانوا هؤلاء الفتيات العراة بداخل الكنيسة. في إطار ظاهرة التشدد التي تنمو في المجتمع المصري منذ أن مكن الرئيس الراحل السادات الجامعات الإسلامية المتطرفة من المؤسسات والشارع، أبدى عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي غضبهم من الفنان ماجد الكلدواني بعد اكتشافهم أنه مسيحي، وذلك بعد تداوله صور له بالكنيسة وهو يحتفل بحفل زفاف ابنه يوسف. وعلق أكثر من حساب هو طلع مسيحي، ورفق في التعليقات رمز تعبيري يعكس الغضب داخلهم، كما تضمنت التعليقات وعدوانية شديدة وردا للآخر. قبل أن يغضبوا إخواننا المتشددين، أحب أن أعلن أن الكنيسة الآن تعلن غضبها لهذه الصور الهزيلة. يحتفل الفنان ماجد الكلدواني اليوم الجمعة بزفاف ابنه يوسف في أحد الكنائس المصرية بحضور الأهل والأصدقاء. والموضوع كان يوسف ماجد الكلتواني قد احتفل قبل ايام بالحنة في حفل ضم الاهل والاصدقاء الذين عبروا عن سعادتهم بالرقص والغناء. وفي السياق نشر عدد من اصدقاء يوسف ماجد الكلتواني فيديو للعرسين وهما يرقصان على اغنية الفنان احمد سعد الشهيرة ايه الحلوة او ايه اليوم الحلو ده. وشارك الفنان يوسف ماجد الكلدواني في مسلسل وبينا معاد الذي لقي إشادات جماهيرية كبيرة، المسلسل بطولة شيرين رضا وبسمة ومدحت صالح وصبري فواز ونادية رشاد. الحقيقة ده أمر مهين وجارح لكل إخواتنا المسيحيين. كيف تظهر وظهور نادر لوالدة العريس وهي ترقص؟ لقطات من فرح يوسف ماجد الكلدواني، ظهور النادي لوالدة العريس ورقصة كريم عبد العزيز. مع الألم ومع الأسف، ما حدث داخل الكنيسة. احتفل الفنان الشاب يوسف الكلدواني نجل الفنان ماجد الكلدواني بزفافه مساء أمس على قناة أو على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى كارلا منصور في أحد فنادق مدينة الغردقة، بحضور الأهل والأصدقاء ورموز الوسط الفني وعلى رأسهم كريم عبد العزيز ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان وريام عبد الغفور ورنا ونيس أو رئيس وأسامة الهادي وآية سليم وغيرهم. وتألقت العروسان وتألق العروس بفستان المنقوش الأبيض من الجوبير دون أكمامة مع الطرحة التقليدية وتسريحة شعر منسدلة بتوقيع صالون الصغير ومكياج هادي بألوان النود بأنامل ومش عارف إيه. كلام حاجة يعني مش عارفين نقول إيه. تألق يوسف ماجد الكلدواني في بداية الحفلة بالرقصة الأولى، شارك عروسته برقصة مميزة وغير تقليدية منذ الدخول الأول لهم لقاعة الاحتفال وعلى الأغاني الأجنبية المختلفة وسط المؤثرات النارية. لقد ولفتت سيليفيا زوجة الفنان ماجد الكلدواني الأنظار إليها، خاصة أنها نادرة الظهور. الإعلامي استألقت بفستان أسود لامع مميز، وشاركت ابنها الراقصة الثانية عقب الرقصة الأولى التي رافقته فيها العروس. الحقيقه لم يظهر الفنان كريم عبد العزيز الذي تربط علاقه صداقه قويه بالفنان ماجد الكلدواني كضيف عادي، بل شارك الرقص وهو يحتضنه دون ان يتركه لحظه واحده خلال الحفل، كما ظهر ويمسك الدف ويضرب عليه على اغاني المطرب الشعبي محمود الليسي، واحتفالا بفرحه يوسف ابن صديقه ماجد الكلدواني.
وشارك الفنان الشاب يوسف الكلدواني فرحته العديد من ابطال المسلسل وبينا ما عاد اخر ماله حضرت الفنانه شيرين رضا واسامه الهادي وايه سويلم. وكان يوسف الكلدواني نجم الفنان ماجد الكلدواني احتفل في البدايه بالزواج داخل احد الكنائس وسط حضوره اقتصر على الاهل والاصدقاء، وذلك عقب الاحتفال قبل ايام بليله الحنة في جو عائلي. نشر أصدقائه حنا عدة صور عبر حسابهم على الانستجرام، وظهر العروسان وهما يرقصان على أغنية إيه الحلو ده للمطرب أحمد سعد. ولكن الصدمة والمفاجأة الكبرى التي حدثت ولم يعلنها أحد، وهي الكارثة التي فعلها أحمد سعد، وبعد ظهوره الغير لائق بصورة مهينة للشعب المصري، النادي الأهلي يلغي حفلة أحمد سعد. أعلن النادي الأهلي اليوم السبت عن إلغاء حفل المطرب أحمد سعد، وذلك عقب ظهوره الغير لائق خلال حفلته الأخيرة بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم جدة 2023. النادي الأهلي يلغي حفلة أحمد سعد، وظهر المطرب أحمد سعد خلال الحفل مرتديا حلق في ودنه وقميص شفاف من الشبك، ما جعله يتعرض لانتقادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وماذا حدث لك يا مصر؟ وبلغ سعر القميص أحمد سعد المثير للجدل إلى حوالي 750 دولار، وهو ما يعادل 23,000 جنيه، كما جاء سعر الفست الذي كان يرتديه فوق القميص حوالي 1680 دولار، أي ما يعادل 52,000 جنيه. وهي من كلمات أمير طعيمة ألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلم، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ولكن إهانة للشعب المصري، الشعب الذي وقف جنب هؤلاء جميعهم. الأنبابولة الرجل المعجزة، إن تورطت في علاقة جسدية مع فتاة لا تصححهما بخطأ دائم وهو الزواج المدني. قال نيابة الأنبابولة مطران طنطا وطبيعة أن من بين أسباب اللجوء الزواج المدني تورط الشاب في علاقة جسدية مع فتاة. وأضاف نيابته خلال برنامج أنا وبيتي تقديم العالمية نانسي مجدي عبر قناة ميسيات القبطية في علاقة عاطفية وجسدية حصلت أتورط، فابني بيوقع نفسه ويتجوز مدني على امل تصحيح الوضع الكنسيا فيما بعد. ونصحح الشباب، لا تصحح خطا بخطا، ان اخطات في علاقه مع شخص لا تصححها بخطا دائم وهو الزواج المدني، مشددا ان الزواج المدني بعيدا على الله وعن الكنيسه. رحم الله مصر وكفانا شرا وكفانا غلاء، نطلب من الله ان يرفع عنا الغلاء والوباء ويشفي المرضى. اشكركم احبائي واعزائي، ولا تنسوا اشتراككم في قناتكم قناه الملكه والامين.